أيها الإخوة والأخوات، الآن نختم اليوم الأول من مؤتمرنا بحلقة النقاش الأخيرة والثانية، والتي تركز على أحد أهم محاور مؤتمرنا هذا، وهو سلسلة الكتل بلوكتشين، ويرأسها المهندس أحمد الذكير، وبمشاركة المتحدثين الدكتور هاشم بن عباس والأستاذ كريس بنت. رحبوا برئيس الجلسة والمتحدثين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في حلقة النقاش راح ناخذ بعض الأسئلة اللي وجهت من بعض الحضور، وكذلك راح نناقش فيها بعض المواضيع الأساسية في مجال تقنية بلوكتشين وموضوع تقنية من ناحية الأمان. Thank you Chris for such an rich information that you deliver. We're going to deliver the presentation, the discussion in Arabic, and you're going to have the translations. So I would love to أبدأ معاك أستاذ دكتور هشام على موضوع من ناحية الوزارة درجة الأمان من ناحية البلوكتشين. ما هي التقنيات الوزارة حاليا تعمل لها، أو الأشياء اللي قاعد تعمل لها الوزارة من ناحية التكامل والتكافل مع الأشياء اللي قاعد تصير في تقنية البلوكتشين؟ السلام عليكم. بالنسبة لتقنية البلوكتشين، معروف أن التقنية يعني هي تعتمد في أحد الخصائص الأساسية على خوارزمية التشفير. يعني تقنية البلوكتشين لو نظرنا لها فهي تتألف من ثلاث تقنيات: الديستريبيوتد داتابيز اللي هو عبارة عن قواعد البيانات الموزعة، والكريبتوغرافي اللي هو التشفير، والجزئية الثالثة اللي هي الكونسنسس هو عبارة عن بروتوكول الإجماع. فجزء أساسي من تقنية البلوكتشين هو السيكوريتي أو التشفير، خوارزميات التشفير. طبعا خوارزميات التشفير لها علاقة بالبلوكتشين في جزئيتين. الجزئية الأولى عبارة عن البلوك يرتبط بالبلوك الذي قبل، الكتلة ترتبط بالكتلة التي تسبقها عن طريق رابط يكون مشفر، نفس الكتلة مشفرة والرابط مشفر عن طريق الهاش فانكشن. الهاش فانكشن هذا طبعا هو اللي يضمن سلامة المعلومات من التحريف اللي يسموها انتجريتي. نفس أيضا الديتا اللي موجودة في البلوك الواحد، في الكتلة الواحدة، عبارة عن مجموعة من العمليات. هذه مجموعة العمليات أيضا مشفرة عن طريق خوارزمية يسمونها الليبتك كيرف كريبتوغرافي. سواء هذه الخوارزمية الليبتك كيرف كريبتوغرافي أو أيضا الهاش فانكشن، هي الخوارزميات اللي تضمن سلامة البلوكتشين من التحريف أو من التزوير، أو قوة البلوكتشين من حيث الاختراقات. بمعنى لو كان الهاش فانكشن المستخدم فرضا على سبيل المثال في البيتكوين اللي هو 256، إذا كان هذا الهاش فانكشن ضعيف جدا أو يسموه يعني في كوليجن، ما هو كوليجن فري، فبيكون طبعا كامل الشبكة وكامل النتورك غير آمن وغير سيكيور. فهذا مهم جدا ضمان الخوارزميات هذه أن تكون يعني آمنة وليس فيها مجالات أو يعني إمكانيات للاختراقات. عملية الاختراق جدا صعبة في تقنية البلوكتشين خلينا نقول كبروتوكول معين. هل هذه المعلومة صحيحة؟ نعم، هو هذا بالضبط. يعني هو في شغلتين، شغلة نفس الخوارزمية يجب تكون آمنة. يعني احنا يعني نتوقع او وي بيليف ان الكريبتوغرافيك الجوريثم المستخدم في البلوكتشين انها لحد كبير سكيور الى الان. طبعا راح تكون في يعني تقنيات حديثة زي الكوانتم كومبيوتينج قد تأثر يعني سلبا على نفس يعني اللي هو السكيورتي يعني ليفل، لكن الى الان لم يثبت يعني سنط يعني ابروفد يت، بس يعني ذير از افير من المسائل الكوانتم كومبيوتينج. يعني جميل. ايضا النيتشر للمعلومات اللي موجوده في البلوكتشين. البلوكتشين عباره عن سلسله من المعلومات، يعني هي تشين عباره عن معلومات هيستوريكلي مرتبه وراء بعض. طول هذه المعلومه يجب ان يكون ايضا لها علاقه بمساله يعني أمان الخوارزمية نفسها. على سبيل المثال يعني يكون بشكل كبير جدا. نعم مسألة بالضبط. يعني في ناس وهل هذا يأخذ في كذلك لما ذكرت موضوع البيتكوين مثلا؟ بالضبط. هذا النقطة اللي بقولها، إنه فعلا طول المعلومات أحيانا يعني إذا كانت سلسلة التشين أكثر من 2 years قد يكون هذا الزمن ك
كافي جدا، لان الخوارزميه لا تكون يعني امنه جدا، وهذا طبيعي جدا يعني. جميل. التشفير يخضع للتايم، فاذا التايم اكثر من 2 years في بعض الناس قالوا يجب تكون المعلومه يعني ليست ذات قيمه مهمه، لان بعد 2 years will be يعني break up. جدا مناسب. طيب هذا ياخذني سؤال لكريس، لماذا عمله مثل البيتكوين تحتمل على قيمه؟ This is an interesting question. You know, so much of what I find fascinating about blockchain, especially with cryptocurrencies, is it's causing us to reevaluate and to think about concepts that we just generally don't think about very much. And certainly currency and economic value is one of them. I mean, the very simple answer is, you know, why do some pieces of paper have value while others do not? Well, it's because we believe they do. And that seems like a funny answer when you think about it in terms of Bitcoin, until you stop and realize that that's how all our money works. And so really we're just digitizing an existing process. But it is that faith, and it's like so many things on blockchain. The truth is something we'll never know. We assume that the truth is whatever the majority of participants agree on. And so if the majority of participants in a society or a country or an economy agree that something has value and it can be used as a currency, well, then we've got a currency. عامل الثقة في هذا المجال جدا كبير، أو عملية التراست in general. Yes, trust is a very big issue in blockchain. Blockchain is what we call a trustless platform. And for those of us who have spent a career in IT or in technology, it's a very different way of thinking. We are used to standing up an IT asset, and if we do nothing else, we are starting with the assumption that everybody in the world can be trusted. The second step we take is to react to the fact that that's not true, that we can't trust everybody. So after we set up our asset, we put layers of protection around it. And then we have to figure out how do we put holes in those layers of protection so the right people can get through. So we start with this assumption of trust and then react to the fact that we really can't trust everybody. هل البيتكوين هو أصل من الأصول يعتبر؟ Can we consider Bitcoin as an asset? Well, if you look at the properties of an asset, traditionally, Bitcoin meets all of those, or cryptocurrency meets all of those. So do we have something that is fungible, meaning every unit is equal to every other unit? If I owed you a debt of 5 reals, and I had 2 5-real notes in my pocket, it wouldn't matter which one I gave you. They're worth the same. Bitcoin is divisible, right? If the smallest banknote we had in Saudi Arabia was 100 reals, that wouldn't be very useful. It's scarce. It does meet all the properties of an asset, yes. هل هنا قوانين للعملات الرقمية أو البلوكتشين في الولايات المتحدة؟ Not yet. We are working on those. The problem is, in the United States, different government agencies view these assets or these cryptocurrencies differently. So if you talk to the SEC, the Securities Exchange Commission, they're going to tell you that these are securities, just like stocks or bonds. If you talk to the IRS, the Internal Revenue Service, they're going to tell you that it's income and that it's taxable. In fact, this is one of the big mistakes that people make in the U.S. is they will agree to work for cryptocurrency, for Bitcoin, instead of U.S. dollars. If the price of that Bitcoin goes up after you've gotten paid, you pay taxes twice. You pay income tax and you pay capital gains tax. A lot of people don't know that and they end up paying a lot more tax than they think. هذا يأخذني لنفس السؤال لدكتور هشام، من ناحية القوانين لتقنية البلوكتشين، هل هناك قوانين رسمية تم اعتمادها لإضافتها للائحة تقنية البلوكتشين؟ في الواقع عالميا مثل ما قال الأخ كريس، عالميا لا توجد يعني بوليسيز لتقنية البلوكتشين أو حتى للبيتكوين إلى الآن، يعني في تخوف طبعا عالميا. وبالنسبة لنا إحنا هنا يعني إحنا بصدد يعني دراسة جميع التنظيمات والتشريعات، سواء اللي هي متعلقة بالبلوكتشين أو التنظيمات الأخرى التي لها علاقة
بتقنية البلوكتشين، يعني ممكن تنظيمات السايبر سيكوريتي، تنظيمات الأوبن ديتا، تنظيمات الكلاود كومبيوتينج، هذه جميع التنظيمات لها علاقة أو تتقاطع بشكل أو بآخر مع يعني طبيعة عمل البلوكتشين as a technology. فإن شاء الله يعني عالميا إحنا متابعين، وأيضا يعني بصدد إننا يعني نتطلع إلى إصدار بعض اللي يعني يسموه إطار تنظيمي regulatory framework للتقنية بشكل عام، ويتطور هو عبر الزمن. فلا يوجد يعني أتوقع أي مكان في العالم يوجد يعني نص صريح أو أنظمة صريحة لتقنية البلوكتشين بالتحديد. يعني بالنسبة لموضوع المرجعية، لأنه كثير من المشاريع أو الشركات الناشئة وغيرها تطرح موضوع تقنية البلوكتشين لخفض تكاليف وكذلك زيادة موضوع البحث والابتكار في هذا الجانب، فموضوع المرجعية قد يكون جدا مؤثر. فكيف أنا أقصد الجهات الرسمية تتفاعل مع هذا الموضوع؟ مرجعية من أي ناحية؟ يعني من ناحية أنه في أشخاص وشركات حاليا على رأس العمل في هذا الجانب، والحكومات ترى أو الشركات ترى هذا التغير، فعملية التوافق في وجهات النظر كيف طريقتها؟ طبعا يعني أحد أهم يعني عوامل تمكين تقنية البلوكتشين هو مسألة بناء الإيكو سيستم المتكامل. الإيكو سيستم طبعا يبدأ بالآر إن دي، في كثير من التحديات موجودة في التقنية، يعني مثل السكيورتي، مثل الانتر أوبرابيليتي، مثل الأوبن ديتا، البرايفسي، في كثير من التحديات هذه يجب أن تحل في عن طريق الآر إن دي. أيضا مسألة التنظيمات، أنت ذكرت التنظيمات والأطر التنظيمية، هذه أيضا مهمة وداعمة للقطاع اللي هو small and medium enterprises أو البزنس بشكل عام. فأيضا مسألة creating a demand اللي هو يعني إيجاد سوق market للبلوكتشين بشكل عام، هذا أيضا يعني أحد الاهتمامات أو أحد عناصر الإيكوسيستم. العمل مع الجهات يعني الجهات اللي هي قد تكون في النهاية طالبة لهذه الخدمة، يعني سواء جهات حكومية أو جهات أو لارج انتربرايزز، وضع نماذج للعمل يعني يوز كيسز، هذه يعني راح تكون يعني حافز وانسنتفايز يعني الديماند في الماركت. في نفس الوقت احنا نعمل على تطوير الكفاءات، تطوير اللوكال كابابيليتيز عن طريق تريننج، عن طريق اويرنس، عن طريق حتى يعني اكاديميز. توجد حاضنات ايضا؟ نعم توجد حاضنات، طبعا حاضنات طبعا ثلاث، سواء حاضنات او مسرعات اعمال او حتى انوفيشن سنترز، هذه احد ايضا عناصر الايكو سيستم. ف يعني نتوقع ان شاء الله باكتمال جميع الكومبوننت للايكو سيستم هذا راح يكون فعلا في فيري جود ماركت للشركات وللبزنس انهم دي جو اند يعني اوفر ذير سيرفيسز. كريس ذا كويشن فور يو، البلوك تشين في عام 2020 هل في خطى واضحة من ناحية الاتجاه في رؤية البلوك تشين في السنة القادمة؟ Developments in blockchain next year. Yes. I think we're going to see a lot. You know, what's interesting from my perspective about blockchain, as I mentioned, I got excited about it because I'd seen this kind of change happen before. So really we're looking at internet levels of change, but all of that happening on compressed time scales. I think in the next year, we're going to start to see blockchain be adopted more and more by enterprise. The focus up till now has really been on consumer-facing applications, but there's a lot of value there business-wise. And I think, you know, to add to the discussion on regulation, I think we're going to see a lot of countries and economies start to define what these assets are, create rules around them. But I think it's critically important that just like the internet has the W3 consortium, that we have a similar type thing in blockchain. Because if I go back home and the United States makes laws about blockchain and cryptocurrencies that are incompatible with the laws that are made here in the kingdom, that doesn't allow us to work together. And the real value of blockchain is that it's technology that helps us work together and integrate together better and more efficiently. So I'm really very hopeful that we start to see some of these official organizations step up and start to lead some of these discussions. This is also what makes blockchain very exciting.
If you're the type of person who is excited by the fact that, hey, when I go Google blockchain best practices, not much comes up, that's either very exciting or very scary. If you're the kind of person who thinks that's exciting because you want to help define what those standards and best practices are, then now is a great time to be getting involved. So I would tell anyone in the audience, if you have thoughts on this, if this is something you want to be a part of, if you want us in 2020 to be talking about great ideas that you brought to the table or awesome things that you did, please get involved now. There is room for everybody in this technology. سؤال كريس لي مداخل على الموضوع اللي ذكرت في مسألة الرؤية في مثلا السنة القادمة أو 2020، هل تقنية البلوكتشين هي تقنية حقيقية أم هي فقاعة؟ لأنه كثير من الشركات الاستشارية بيّنت مثلا في النظام المرئي أو الأوجمنتد رياليتي أو الفيرتشوال رياليتي أنه هو المستقبل وبنت عليها معلومات كثيرة، فهل راح نشوف نفس التطور في البلوكتشين أم هي فعلا تقنية أساسية هو الاتجاه لها والجميع متجه لها في السنوات القادمة؟ Well, obviously I'm going to have a very biased answer to this question. That being said, I think one of the biggest mistakes that people make is they tend to talk about all of these technologies in a vacuum. We talk about AI as if it were its own thing. We talk about big data as if it were its own thing. We talk about blockchain as if it were its own thing. The truth is, all of these technologies really depend on and function best when they work with each other. So IoT we're talking a lot about in this conference. How do we safely and securely manage the data that all of these smart devices are working with? Do we want to put all of that data in one central database where it would be easy to compromise or get a hold of or change the official record of? Probably not. It probably makes sense to have a technology like blockchain. So I think all of these technologies together form this very cohesive ecosystem. And I do think that we're going to see a lot more blockchain projects, blockchain use cases, success stories, etc. One of the things about blockchain is it's not glamorous. It is a back-end technology. It's an enabling technology. It really is TCP/IP to the internet. It enables some incredible things to happen on the front end, but it really is a component or foundational piece. So I think to answer your question, yes, in the next year we're going to see a lot of blockchain success. It may just come dressed up as something a little bit more glamorous or exciting. That's good, thank you. دكتور هشام، لما تكلمنا على موضوع العملات أو التحولات المالية بشكل كبير، هل تعتقد مثلا في السنوات القادمة أنه قد يكون أحد من احتمالات أن البنوك تختفي في السبع سنوات القادمة؟ هل هذا احتمال موجود؟ يعني أنا لا، هو صار طبعا ظهور الكريبتو كورنسي في البداية هو اللي أثار كثير من التخوفات، يعني بحكم أن التداول العملات الرقمية والبيتكوين كان بمعزل عن البنوك وعن السنترال بانكس، يعني عن يعني المؤسسات المحلية النقد. لكن أتوقع أنا أبداً يعني سيكون وجود تقنية الكريبتو كورنسي أو البلوكتشين اللي يعتمد عليها الكريبتو كورنسي عبارة عن يعني opportunity، عبارة عن فرصة أكثر من تهديد للبنوك. البنوك بالتحديد، يعني البنوك هي تتعامل مع كثير من الخدمات، تقدم كثير من الخدمات. جزء بسيط الكريبتو كرنسي يعني يحل محل البنوك في مسألة اللي هو يعني الماني ترانسفير، ريميتنس، ستلمنت. هذه شغلات بسيطة لو البنك يعني استطاع أن يوظفها لصالح البنك، فبالعكس قد تكون مفيدة جدا. البلوكتشين فيه كثير من المزايا، في ترانسبيرنسي، في مسألة إفشنسي، في مسألة الكونتراكت، السمارت كونتراكت، هذه تعطي قدرة على أنك يودو ساتلمنت with almost يعني ريسك فري إذا كان الكود مكتوب بشكل يعني صحيح كوركت. وهذا الشيء اللي حدث يعني خلال عدة سنوات مع ارتفاع البيتكوين والناس تعاملت معها وصار أصبح حتى الأرقام غير منطقية، هو اللي أعطى الخوف. لكن لو تلاحظ حاليا أسرع الجهات التي قامت فعلا باختبار
الكريبتو كورنسي هي الجهات المالية الحكومية. نجد مؤسسة النقد قامت بتجربة، بعض البنوك قامت بتجربة، وهم بالعكس كانوا هم السباقين لهذا الشيء، لأنه في اعتقادي أن الفرص اللي موجودة من هذه التقنية أكثر من التهديدات. التهديدات قد تأتي بسبب عدم وجود أنظمة، قد تكون بمسيوز للتكنولوجيا، إذا الناس ساءوا استخدام التكنولوجيا هنا تجي المشكلة. لكن التكنولوجيا كتكنولوجيا كتقنية بحد ذاتها هي مفيدة جدا إذا وظفت بشكل صحيح، إذا كان في لها ستاندرد واضح جدا. أتوقع أنها تعطي للأورغانيزيشن أي سنترال أوثوريتي سواء بانك ولا جوفرمنت تعطيها مميزات أكثر، بحيث تستطيع هذه السنترال أوثوريتي أنها يعني توفر جهدها في هذا المجال وتركز على خدمات أخرى. مسألة أنه الكريبتو كرنسي رح يخفي البنوك بشكل كامل، لا، لأنه أصلا لو لاحظنا حتى لفكرة البلوكتشين هو عبارة عن يعني يو تراست، هو ثقة بين المتعاملين من غير وجود السنترال أوثوريتي. لكن لو جينا نقارن هل هذا أفضل ولا يوجد سنترال أوثوريتي؟ لا، السنترال أوثوريتي أفضل. لو طبقنا مثال البلوكتشين على الأراضي فرضا، نقول والله خلينا نسوي الأراضي عن طريق شبكة بلوكتشين اللي هو لاند ريجستريشن. طيب لو لاند ريجستريشن، لو أنا عندي فرضا الآن دوكيومنت وإيفريبادي، يعني كل الناس يعني هم إحنا عندنا إجماع إن هذه الأرض فرضا يملكها فلان، بينما واحد ثاني عنده شهادة من جهة مرجعية وزارة عدل فرضا تقول ان هذا ارتبع فلان، هذاك اقوى بكثير جدا. فمساله ان هذا تخفي هذا، لا، انا اتوقع يعني هي عمليه تكامليه يا دكتور. يعني هو بالعكس لو استفادت هذه الجهه المرجعيه من تقنيه البلوكتشين تخفف عن نفسها بعض الاعباء افضل بكثير، وراح تكون فعلا يعني تعطي قوه لتقنيه البلوكتشين. اما ان هي تلغيها وتحل محلها، لا اعتقد انا ابدا. هذه ميزه في تقنيه البلوكتشين زي ما تفضلت، هي مساله التكامل في هذا الموضوع، وهذه احد الميزات. لكن السؤال لك أستاذ كريس، درجة الأمان زي ما تفضلت فيها أنه درجة عالية كبيرة مرة، مسألة بعض الأخبار اللي تنتشر أنه تمت عملية سرقة بمبالغ مهولة، 50 مليون دولار، 100 مليون دولار، بعض المحافظ تم اختراقها زي ما شفنا في الإيثيريوم والإيثيريوم كلاسيك، فكيف الشخص يستطيع أنه يرجع عملية الثقة؟ ماذا حدث فعلا في الأشياء هذه من ناحية الأمان؟ هل تم اختراق البروتوكول؟ You know, that's a really great question. I think with blockchain we need to keep a few things in mind. Number one, you can think of blockchain as being like the operating system on your computer. It is the platform or the foundation on top of which other applications run. So if we use Microsoft Windows for an example, Microsoft has built a fairly secure operating system. That does not mean that if I come along and build an application that runs on Windows, it is automatically secure. I still have to take additional steps to make sure what I build on top of Windows is secure and safe to use. And so while blockchain as a platform is very secure, we have seen a lot of people who didn't do their due diligence and didn't pay enough attention to security when they were building their applications. And that has resulted in some people losing a lot of money. You know, as to whether blockchain is going to be able to restore that faith or not, personally, I think so. But again, I'm very biased in that regard. I'm a big blockchain fan. But I do believe that the transparency it offers for those types of financial transactions is fairly significant. The fact that on a platform like Ethereum, if you want to use a smart contract, you can actually go view the source code of that smart contract. You can review it yourself. You can hire your own developers to audit that and to sign off and to tell you it's safe and secure. We've also seen a lot of money lost in centralized systems as well. Unfortunately, that's the learning curve when we take on new technology. Not every story is going to be successful, but I think the overall arc is one towards success, and we're going to end up living in a very different world. I also think when we talk about security, there's a great comic strip that I have hanging on my office wall. It just has two frames. And the very first one is a guy who looks like me, and he's sitting in a dark room in front of a computer, and he's cranking out lines of code. And the caption at the top says, how we see hackers in the movies in Hollywood.
And then the next frame is someone on the phone, and they say, good morning, I'm with the local government, I'm the local password inspector, and we're doing an audit. Can you please tell me your username and password? And the person happily gives it up, and the title to that frame is, What Hackers Do in Real Life. And most of these exploits, whether we're talking about blockchain or any kind of technical system, have more to do with human or social engineering than with any kind of technical exploit. And none of that changes in the blockchain world. So I think that's going to be very important for us to keep in mind going forward, that the onus is on us to build safe, secure things, and that discipline does not go away just because we're using a new technology. Thank you, Chris. The question to you, دكتور هشام. الآن صار فيه عملية تحول مع أي نوع من أنواع التقنية، جميع سواء شركات ناشئة أو شركات قائمة تريد تطبيق هذه التقنية، سواء ذكاء صناعي، إنترنت الأشياء أو البلوكتشين. فنأخذها على واحد من التقنيات البلوكتشين. متى تحتاج أصلاً البلوكتشين؟ متى ما تحتاجه؟ طبعاً هذا سؤال جداً مهم جداً، لأنه عند ظهور تقنية البلوكتشين والبيتكوين يعني صار اهتمام الناس كثير مركز على هذه التقنية، وكان في انطباع غير صحيح بأن هذه التقنية ستحل كثير من المشاكل، أو كما ذكرت أنها ممكن تحل محل أي سنترال أوثوريتي، راح تكون هي العملة المستقبل. يعني وضعوا كثير من الطموحات والأمنيات على هذه التقنية، وهي طبعاً تقنية واعدة جداً، لكن في الحقيقة في بعض التطبيقات يكون فيها تطبيق تقنية البلوكشين مفيد، بعض التطبيقات قد لا يكون مفيد، بل بالعكس يكون التراديشنال يعني الشيء الطبيعي التقليدي للتطبيقات هو يمكن أوفر وأسرع في التطبيق. يعني إذا كان في حالات معينة أنت يعني لا تريد فرضا أنك تستخدم أي وسيط، أو في حالات معينة يكون يعني في عدم أو غياب ثقة ما بين المتداولين، في حالات قد يكون الجهات المشتركة في نفس الليجر في نفس يعني الداتابيز مختلفين وأماكن مختلفة ولهم صلاحيات مختلفة. يعني هذه التطبيقات هي اللي يمكن يعني تعطي يعني المبررات أنك تستخدم تقنية البلوكتشين. إلى الآن تقنية البلوكتشين تعتبر هي تقنية مكلفة، الآلية حقتها مكلفة، بناء النظام المتكامل. كم يكلف دكتور تطبيق تقنية البلوكتشين؟ تطبيق يعني طبعا في تطبيقات اللي هي صارت يعني شبه ستاندر، يعني زي ما ذكرنا تسجيل الأراضي، مسألة توثيق الشهادات، السبلاي تشين، طبعا الإحوالات المالية، هذه كلها تطبيقات موجودة. يعني كتكلفة مالية دكتور لتطبيق هذه العملية، مسألة الكودينج وشغلات الانفراستراكشر كامل، فيه رقم أو معدل صرف على كل من المشاريع؟ يعني عندنا الآن مثلا التطبيقات مثلا حقت مثلا توصيل المنازل والغير عندنا معدل حاليا يعني بالذات تتكلم عن المملكة، يعني ما في تطبيقات إلى الآن يعني ظاهرة بشكل يعني تجاري، لكن في تطبيقات تحت التجربة بايلوت، لكن في دراسة أجريناها. يعني نتوقع تقنية البلوكشين، طبعاً الميرجنج تكنولوجيز بشكل عام راح يسهم كثير في الناتج المحلي، تقنية البلوكشين يعني بحلول 2030 قد يصل يعني الانفستمنت في تقنية البلوكشين إلى تقريباً 56 مليار ريال. فهذا الانفستمنت بشكل عام يعني يعطي انطباع أنه في يعني بوتنشيال كبير جداً للتطبيق يعني خلال 10 سنوات القادمة. في زي ما ذكرنا كثير من العقبات حاليا، فنية، عقبات إدارية، عقبات قانونية، فأتوقع خلال السنتين القادمة بتكون الأمور هذه كثير يعني انحلت. كما ذكر أخ كريس يعني تقنية البلوكشين هي ستصبح يعني يوما ما هي عبارة عن لاير في النتورك ستاك، يعني زي تي سي بي اي بي، فتكون أحد اللايرز هي لاير حقت البلوكشين، وانت تبني عليها الدي أبليكيشن، ديسنترايز أبليكيشن. فونس اننا نصل لهذه المرحله يصير التطور على التطبيقات اللي هي الدي اب يسمونها. فما في ارقام معينه حاليا، لان الى الان احنا مرحله اللي يعني الدعم والتحفيز ووضع نماذج اعمال، يعني على امل ان شاء الله يكون في تطبيق فعلي واقعي. طيب دكتور، هذا ياخذنا يمكن سؤال ثاني ولا محور ثاني يمكن يخص الجانب الوظائف بشكل عام. هل تقنيه البلوكتشين سوف تخلق وظائف او سوف قد تمحو بعض الوظائف الحالية؟ أتوقع أنها لا، سيكون يعني هي
يعني موجدة أكثر للوظائف. التطبيقات هذه هي ليست مثل يعني الأوتوميشن أو الروبوت اللي ممكن تهدد التوظيف، بل بالعكس يعني التطبيقات هذه تحتاج يعني مبرمجين، تحتاج ناس يعني خبراء أكثر، لأن هي أصلاً تقنية معقدة جداً. بالعكس يعني تحتاج كثير يعني من الخريجين إنهم يتوجهوا فعلاً إلى هذه الدراسات الأساسية، بدءاً من البرمجة، من الداتابيز بروغرامينج، من التشفير. نحتاج أعداد أكثر مما نتصور على أساس نقوم بتنفيذ هذه التطبيقات، فهي خالقة إن شاء الله للوظائف. ممتاز. على الصعيد الشخصي كريس، يمكن إحنا نتكلم على موضوع المؤسسات لتطبيقها ورؤية جميلة موجهة في السنوات القادمة. على المستوى الشخصي، كيف الشخص يستطيع الاستفادة من تقنية البلوكتشين للحصول على المال؟ خلنا نضعها بهذه اللغة. great question. You know, I think really where the power of blockchain comes and the way that we monetize it is going to be in the efficiency gains that we realize. And I can give you a few examples. So IBM has partnered up with Maersk, the giant shipping conglomerate, to create a blockchain solution built on Hyperledger called TradeLens. And in their testing, they've been able to reduce the time it takes a shipment to make it across the Pacific Ocean by 40%. So they've almost cut the amount of time in half. There's tremendous interest in this technology here in the Middle East. Your neighbors over in the UAE, in Dubai, are working very aggressively to move all government operations and record keeping onto the blockchain over the next few years. Their estimate is that just by doing that, just by moving all government operations to blockchain in one large metropolitan city, they're going to be able to save enough money to build a new Burj Khalifa every year, every 12 months. If you think about that, that is staggering, that a city that size could save enough money once a year to build the tallest building in the world. Mercedes-Benz has committed to investing over $110 million in blockchain pilot projects. That's incredible to anyone who comes from an IT background to spend $110 million not to put something into production, not to have a working solution, but just to see what the technology is all about. I don't think we'd see organizations and municipalities making this kind of huge investment if there wasn't a return on the backside. And very often that return is the cost savings. You know, I'm a big believer in taking the simplest approach first. And so this is oftentimes not a popular opinion in the blockchain world, but I always advise people, if you can solve your problem with traditional technology, you should. Blockchain is really designed to address the problems that traditional technology has not been able to solve very well. And so if you're faced with one of those problems in your business, very often you're just happy to address that problem or make that problem go away, regardless of cost. So I think that's where we're going to see a lot of the financial argument for blockchain is just in these tremendous efficiency gains that we can get by implementing it. عندي 30 ثانية بس سؤال أخير كريس، أعلم أنك متحيز للبيتكوين، كم تتوقع سعر البيتكوين آخر السنة؟ The only thing more unpredictable than the future is the past. I love that old saying. But predicting the future is a risky business. And if I had any insight into cryptocurrency or other asset prices... You sell it in the future. You have the future Bitcoin selling in the States, right? So you are selling the future. We do. We'll sell anything we can in the United States. I think it's hard seconds. To say short term. Give me a number. 6,800. Okay. دكتور؟ ما أتوقع أي شيء. Okay. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. يعطيكم ألف عافية. Thank you so much. Thank you. Thank you.
شكرا لرئيس الجلسة والمتحدثين على هذه الجلسة الرائعة. ويسرنا الآن أن نكرم الدكتور هشام ابن عباس على مشاركته معنا في هذه الجلسة. وشكرا للجميع. شكرا للدكتور هشام عباس وكذلك للأستاذ كريس بنت وللمهندس رئيس الجلسة أحمد الذكير. حضورنا الكرام، في ختام اليوم الأول لهذا المؤتمر الثري والنافع نشكركم جميعا على حضوركم وتفاعلكم، مقدرين لكم حضوركم وجهودكم، وراجين الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. إلى أن نلقاكم غدا في تمام الساعة 10 صباحا بإذن الله في يوم حافل بمحاضرات وعروض ثرية وماتعة عن إنترنت الأشياء. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.